دكتور طارق، عايزين نبدأ من محطة التمويل العقاري، وهي المحطة الأكثر أهمية في الفترة الأخيرة، واللي غيرت ملامحها بعض الشيء مبادرات البنك المركزي المتكررة في مجال أو قطاع التمويل العقاري. أعتقد أنه هذا الإرث القديم أو الصورة الذهنية القديمة للتمويل العقاري اتغيرت تماما بهذه المبادرات، وأعتقد أيضا أنها ستتغير فيما هو قادم. بالتأكيد أستاذة حنان، يعني التمويل العقاري هو يمكن الحصان الرابح النهاردة للسوق العقاري المصري. الحقيقة التمويل العقاري هو النموذج الأمثل للبيع والشراء على مستوى يمكن جميع بلاد العالم. يمكن احنا في مصر اتأخرنا جدا في الوقت ان احنا النهاردة نعتبر التمويل العقاري هو النموذج الأساسي للشراء والبيع. في ظل متغيرات كبيرة النهاردة بنشهدها في السوق العقاري، النهاردة أقدر أقول لك ان تقريبا تلت الثروة العقارية النهاردة في مصر وحدات مغلقة، سواء مغلقة متشطبة وسواء مغلقة نص تشطيب وهكذا. فاحنا بنتكلم عن ثروة عقارية تقدر يمكن بأكثر من 10 مليون وحدة. 10 مليون وحدة، 10 مليون وحدة طبقا الرقم ده رقم ضخم جدا. دقيق. ده طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يعني رقم آخر تقرير. مرعب، يعني ده يحل مشاكل 10 مليون أسرة، يعني اضرب في خمسة. الحقيقه المشكله في مصر يمكن احنا كلنا بنشهدها النهارده هي مش مشكله السكن مش موجود، هي مشكله ان مش التمويل قادر. مش موجود، يعني السكن متوفر بس انا ما اقدرش اشتريه. ويمكن احنا كلنا النهارده لو فكرنا في كل الاماكن اللي حوالينا النهارده لو حابين ان احنا نشتريها نلاقي فيها وحدات سكنيه، بس انا القدره الشرائيه هي اللي بتبقى ضعيفه. وفي نفس الوقت القوه الشرائيه كل يوم النهارده مع يعني التضخم ومع زياده اسعار الفايده وبالتالي زياده اسعار العقارات فهي عماله بتقل، فبالتالي قدرتي ان انا اقدر اكسس او ان انا اقدر اتوصل للوحده دي ان انا اشتريها هي دي اللي فيها مشكله. صحيح. ويمكن عشان كده الدوله فكرت انها تعمل دعم على سعر الفايده. يعني الفكره النهارده ان انا ازاي اقدر اوفر الوحده دي للعميل او للمشتري، فان انا النهارده لو قدرت ان انا اعمل دعم على سعر الفايده، ودي طبعا مبادرات ال 3% و8% اللي على مدار السنتين اللي فاتت ناجحه الى ابعد الحدود. يعني رغم انها ناجحه، لكن خليني اقول لحضرتك ان ناس كتير جدا جدا بتجهل تفاصيل هذه المبادرات، وخليني اقول لحضرتك كمان انه يمكن بعض البنوك بتصعب الامور جدا على العملاء علشان يعني يتجهوا لتمويل بالفايدة العادية أو بالفايدة اللي معلن عنها بعيدا عن المبادرات. مؤكد حضرتك وصل لك بعض أو تواتر إليك بعض هذه الشكاوى؟ يعني طبعا كلام حضرتك مظبوط 100% لا جدال. التمويل العقاري ثقافة، يعني بالزبط. يمكن احنا في مصر في فتره من الحقب كان الايجار هو النموذج السائد، النهارده اتغير في فتره بقى حاجه كان اسمها خلو رجل، بعد كده اتجهنا للتمليك، بعد كده اتجهنا لنظام اوف بلان او ان انت تشتري واحده تحت الانشاء. فكتمويل عقاري ستيل الثقافه النهارده مش موجوده، يعني بين جزء كبير من يمكن من الشغل بتاعنا احنا بنحاول نعمل نزود الثقافه دي عند سواء المشتري وعند البايع. ايه مميزات التمويل العقاري؟ طب ليه النهارده تبيع من خلال التمويل العقاري؟ التمويل العقاري على مستوى العالم كله اجراءاته صعبه جدا، وما زالت حتى في ظل المبادرات اللي اطلقها البنك المركزي ما زالت اجراءاته صعبه. ما زالت اجراءاته صعبه لاي شخص في العادي ان هو النهارده عشان يفكر، لان طبعا احنا عندنا 40 بنك وشركه تمويل عقاري في مصر، كل بنك عنده سياسه ائتمانيه مختلفه عن البنك الثاني، بيقبل عملاء ما بيقبلش عملاء، بيقبل ورقيات ما بيقبلش ورقيات، ونفس الكلام بالنسبه للوحده. فالنهارده لو انا بتكلم التمويل العقاري الاساس بتاعه ان هو عباره عن عميل زائد وحده، فانا بتكلم عن شق ائتماني خاص بدخل العميل وشق قانوني خاص بالوحده، فبالتاكيد الاجراءات بتاعته يمكن دي على مستوى العالم كله اجراءات طويله. الشروط